طاق هي اليوم ستيل جديد. شنو هما الحوايج اللي تقدر ديرهم هنا في المغرب ويساهموا انك تحقق الحلم الامريكي؟ حتى شي حاجه ما تقدر ديرها في المغرب اللي غيقدروا يساهموا في الحلم الامريكي من غير انك تشد البكالوريا فقط باش تدفع القرعه ديال امريكا او تعلم انجليزي وتعرف على الناس ديال امريكا. هذا هو الحوايج اللي غدير. اما الحوايج اللي يقدروا يعاونوك اللي ديرهم في المغرب ويعاونوك هنايا، قلت الصحاب لك واحد الانسان قلل الصحاب، ما عندكش مع الصحاب ما تحش بالغربه وتقدر تعيش بوحدك في اي مجتمع في اي بلاصه. ثاني حاجه لك واحد الانسان بلي بجوجل وعزيز عليك اي حاجه ما كتعرفهاش وما كتفهمهاش وبغيتي الاجابه ديالها كديرها في جوجل وكتقلب، لانه هنا في امريكا فوق ما تبغي شي حاجه غتكتبها في جوجل غيقولك فين كاينه الريفيوز ديالها شحال كي كي يفوتوا عليها الناس واش مزيانه ولا ما مزياناش، كتشوف الثمن وكتشوف كي داروا الكليان خدموا معاه وداك الشيء. سو اوكي الاخوان تجاوبت بلونغلي وانا نقول حشومه الناس كيسولوني بالعربي وانا نجاوبهم بلونغلي. المهم ديما كيسولوا هذا السؤال هذا ولكن ماشي مشكل. باش نسهل عليكم الامور، كتبقى اسهل واجمل طريقه باش تفهم لونغلي ولا تقرا لونغلي ولا تولي تضرب لونغلي يعني حاول ما امكن كل نهار احفظ ما بين كلمه حتى ثلاثه الكلمات يوميا، احفظ كل كلمه حتى ثلاثه الكلمات، وفاش يوصل السبت والحد غترجع من اثنين حتى الجمعه وضرب ثلاثه الكلمات تما شحال 5 ضرب 15 ديك 15 الكلمه حاول تقولهم تعاود تقولهم يعني السبت والحد خليهم دوك الكلمات تبقى تعاودهم وتحفظهم وعرفهم شنو كيعني. وعاوتاني السيمانه الاخرى حفظ، والسيمانه الاخرى ديال الشهر الاخر غتراجع عاوتاني كاع دوك الكلمات وغتحفظهم كاملين واحد شويه بشويه حتى تولي كتلصق دوك الكلمات في دماغك ولا كتعرف توصل الكلمه وتبقى تبقى تعاودهم تقدر مع الاجانب ولا مع راسك ولا شي لعبه، ومن بعد عاد تخدم على الاكسنت ديالك. الحمد لله بخويا شكرا لك بزاف، ما عرفتش واش البنت ولا ولد اللي سولني، مي شكرا لك بزاف بزاف. الحمد لله بخير، راك عارف ما كنبغيش نصور بزاف تما غير ندوز معها الوقت هنايا ونستمتع معها وريالية. وليدة تيسلم اليوم قالت عليكم وقالت لكم راه قربت تمشي للمغرب وما سخاتش، فداك الشيء علاش. المهم شكرا لكم حيت سولتي، هاي كنسلم عليكم. بالنسبه للعائلات من احسن الولايات كاينه اوهايو، كاينه نورث كارولاينا، كاينه ساوث كارولاينا، كاينه فلوريدا، كاينه تكساس، كاينه نيفادا، كاينه كاع البلايص اللي ما غاليينش، هذوك هما اجمل ولايات للعائله. ولكن كيبقاو الطوب ديال العائلات هما عندك اوهايو، نورث كارولاينا، ساوث كارولاينا وفلوريدا، حيتاش ما غاليينش بزاف، خصوصا الا كانت عائله وغتمشي لولايه غاليه غتفرعكم المعيشه، او مسيروا لولايه اللي رخيصه تخدموا بجوج بيكم تخلصوا داكشي رخيص الوليدات رخاص وتسيفيو على خاطركم. خويا المغاربه فين ما مشيتي غتلقاهم، فين ما مشيتي في اي بلاصه في العالم، مشيتي حتى في الفضاء غتلقاهم تما راه جالسين في الفضاء. سو كيبقى غير السؤال واش هو فينا هي البلاصه اللي ما فيهاش جاليه بزاف وما فيهاش مغاربه بزاف. وراه ديما تنقول لكم في لايفات اغلبيه البلايص اللي تيكونوا حدا في النورث ديال الامريكان بحال دابا هنا في واشنطن ستيت، ايداهو، مونتانا الى اخره، يعني ساوث داكورا ونورث داكورا تيكونوا مغاربه قليل. اما باش تقول لي فينا ما يكونوش، ما كاينش بلاصه ما مشاوش المغاربه. فين ما مشيتي غتلقاو زوريخ ولا داك سميتو داك الكوب ديال زوريخ ولا ما سميتو، راه تما كاين واحد جوج مغاربه كنعرفو. الله يستر اخويا الله يحفظ. الحمد لله خويا انا ديما الحمد لله بفضل الله ثم بفضل الله كانوا ديما عندي نظر 10 على 10 الحمد لله. هذوك النظر اللي كنت جيت بهم شحال ديال الميريكان هذوك ماشي ديال النظر، هذوك ديال بروتيكسيون، هذوك ديال العياقه فهمتيني، كنا بغينا نعيقوا شي شويه كبدايه وبروتيكسيون كيحمينا من بي سي وكذا وداك الشيء، اما هذوك ماشي ديال النظر اخويا. خويا دولينا شويه على ولايه تيشاش الله يحفظك خويا. هاد ولايه تيشاش كاينه في باكستان، كاينه واحد المدينه تما صغيره فيها المسلمين بزاف وكاينين الجبال عندهم ومازالين كيمشيو في العربات ديال الاحصنه وكيطيح عليهم شي مره الحجر تما في الطريق. واش نورمال تسكن مع امريكية ويداو ماريج؟ وي نورمال ثم نورمال ثم نورمال، كلشي دخل سوق راسو هنايا. فين ما غتكونش نورمال هي الا بقيتي ملاصق بزاف مع جاليات كثيره غيبقى يفرعوا لك راسك، سير تزوج نوض تزوج دير تزوج شكون هذيك، علاش ما ديرش جمعه العقد، علاش ما مزوجهاش، علاش ما ديرش خاتم، علاش فتما فين ما تبقاش نورمال. اما الا
عايش بخير انت وياه وبعيد على السوشيال ميديا وبعيد على الجاليات وداك الشيء عايش سانك سانك بخير. خويا تنحس براسي غزيت في الدنيا ما عنديش هدف فيها، واش هذا شيء نورمال؟ شوف كتجي واحد الفترات في الحياه ديالنا اللي كيكون عندنا كنشوفوا غير الظلام ما كنشوفوا حتى شي لعبه، يعني خاصك تجلس مع راسك وتشوف شنو السبب اللي خلاك تجلس بوحدك وتشوف داك الظلام وتشوف علاش ما يمكنش ما يكونش عندك هدف. ما حدك انت مازال كاتب لي هاد الستوري هذا ولا متابعني ربما عندك هدف، ولا يعني لجينا الواقع واختصرنا غادي نلقاو انك متابعني لربما حيتاش كتعجبك واحد الحاجه كنديرها. واش كيعجبك السيارات؟ واش كيعجبك الرموكات؟ واش كيعجبك الحياه في امريكان؟ واش كيعجبك واشنطن؟ الوغ كاينه واحد الحاجه ما عجبك وهذيك براسها يقدر يكون هدف، وداك الهدف علاش لا ما تخدمش عليه وتقرا عليه ولا تدفع للكونكورات والمدارس ان شاء الله تجي. ما عمرك تقول ما عندكش هدف، ما حدك عايش راه عندك هدف، غير هو الواحد يخدم ويتعلم حوايج جداد ويقلب يجرب كاع الهوايات حتى تلقى الهوايات اللي كيعجبو. فالله يوفقك الله يسلمك. اخوان بالنسبه للناس اللي كيخافوا من لانطريمو طريق سهله، تقدر تشري البارات ولا كتشري الدامبلز يعني ديك لي زانتير كتديهم معاك وتراك ستوب ولا كتوقف ديما هبط ضرب تراكسيون ضرب جريه تما راه كاين الخلواني الا في امريكان جري تتشبع وتسارى وضرب تدويشات ما فاش تسالي يعني ديما لانطريمون ماشي هذا ماشي سبب اللي يخليك ما ديرش هاد الخدمه انا ما بغيتيهاش. سو لانطريمون ساهله، كتشري ديك الدامبلز ب 20 25 دولار من والمارت وتخدم البيسابس تقدر تخدم بهم كاملين. عرفتي شحال هاد البنات كيسولوا على هاد السؤال وكان بغي نبات انا ما نجاوبش ولكن هذيك صديقتي ف هادشي اللي كاين وانا راه ما مزوج ما والو انت ما عندي لا خاتم لا والو حتى واحد ما تقبل عليا تقولك انت ساكن بعيد ما بغيناش نتزوجوا كاع اللي كنهضر معاك تقولك ما بغيناش نتزوجوا انت بعيد علينا. خويا اللي كانت عندك تحت 25 عام كانت عندك 25 عام تحت غير فرعوك خصوصا اللي كانت عندك شي طوموبيله سبور فهمتيني بحال بي ام دبليو بحال مرسيدس بحال ماستانغ هادو تيكونوا عندهم لاسورانسات غاليه بزاف وفي نفس الوقت من تحت 25 عام يفرعوك وللاسف دي امريكان خويا ما كان غير فرع كان غير الفرع اخويا. صراحه اول مره شي واحد تيكتب شي ميساج زوين بحال بنو هذا حيت اغلب يجيبوك غادي تجيني قرعه كذا صوفي كذا هادي اخيرا شي واحد تفكرني انا وقلنا نشرو كاد اخيرا. شكرا اخويا العزيز الله يسعدك لا قلتيها بحال اللي درتيها برافو عليك الرجل منذ الطفوله. خويا بالنسبه للاير بي ان بي واش نكري البيت من المغرب ولا حتى نجي تما؟ خويا من الاحسن الا شديتي الفيزا وجاي ديريكت لهنا يعني عارف راسك غتجي من الاحسن تبقى واحد جوج سيمانات ولا سيمانه وكريا قبل ما تكريا اصلا كاين واحد البلان ديال الميساج كتصيفط للمول الدار كتواصل انت وياه كتقول له راني غادي نجي. تحياتي لنا زي كندا الرجوله كاملين عندي عشره بزاف تما في كندا ان شاء الله دابا نجي ندير شي تريب تما مزيان ان شاء الله يا غير حدايا غنشد من فانكوفر ونبقى غادي ان شاء الله توصل عندكم الكيبيك نديرو شي رحله عالميه ان شاء الله. شكرا لكم لاف يو كامل ناس كندا.